لكم الأصدقاء. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنشوف الدرس ديال الأعداد العشرية، العمليات الحسابية، الجمع والطرح والضرب بالنسبة للمستوى السادس. لأن أهداف التعلم استعملوا التقنية الاعتيادية لحساب مجموع وفرق وجداء عددين عشريين. لأن سبق لنا وشفنا يعني هذا الهدف هذا في المستويات اللي فاتوا، لأن فيما يخص المستوى الخامس. يعني نشوفوا في أكتشف وآتى مران. إذن في التمرين الأول، اشترت مريم كتابا بثمن 15.75 درهما ودفاتر بثمن 18.40 درهما، ودفعت للكتبي مقابل مشترياتها ورقة مالية من فئة 100 درهم. احسب المبلغ الذي سيرده الكتبي لمريم. أولا، إذن سنحسب مجموع 15.75 درهم و 18.40 درهم. إذن هذه المراحل التي قاموا باتباعها، للذين أجمعوا أجزاء المئة أولا، إذن 5 جزء المئة، إذن 0 يمثل جزء المئة. فقط تقنية الاعتيادية للجمع ديال الوحدات مع الوحدات، العشرات مع العشرات، جزء المئة مع جزء المئة إلى آخره. 5 زائد 0 5، هنا أجمعوا الأعشار. 7 زائد 4 تعطينا 11. إذن أكتبوا واحد هنا ثم أحتفظ بواحد. إذن أكتب واحد في منزلة الأعشار وأبادل عشرة أعشار بوحدة واحدة وأنقلها إلى منزلة الوحدات. بحالاش بحال دابا هنا عندي 11، كنكتب رقم الوحدات اللي هو واحد هنا، كتبقى لي ديك العشرة. عشرة أش كندير؟ كنرد واحد هنا كأنه كيساوي لي الوحدات، كنجيبو يعني مرتبة الوحدات. ثم بعدها أجمع الوحدات، كنجي الوحدات 8 زائد 5 زائد الاحتفاظ كتعطيني 14، كنكتب تاني 4 ونحتفظ بواحد. ثم في الأخير أجمع العشرات، لدي 1 زائد 1 2 زائد 1 الاحتفاظ 3، إذن في المجموع عندي 34.15 درهم. ثم بعدها أحسب الفرق بين 134.15. نجيو حنا هنا نديرو الوضع ومن بعد نشوفوا شنو طالبين منا بعد هذه العمليه هذه. اذا عندنا 100 ناقص 34.15. دائما في الطرح خصني ضروري نوازن العمليه. عندي هنا 0 ناقص 5 لا يمكن، اذا نستلف ونرد السلف. 10 ناقص 5 تعطيني 5. 0 ناقص 2 لا يمكن، اذا نستلف ونرد السلف. 10 ناقص 2 تعطيني 8، أنزل الفاصلة. 0 ناقص 5 لا يمكن، إذا نستلف ونرد السلف. 10 ناقص 5 تساوي 5. 0 ناقص 4 لا يمكن، إذا أستلف وأرد السلف. 10 ناقص 4 تساوي 6. 1 ناقص 1 0، إذا لدي 65.85 درهما. إذا هذا هو الفرق فيما بين المبلغين. ثم لدي هنا مستقيم مدرج، إذن لدي 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. إذن إلا بغيت نحسب الفرق هنا ما بين 34.15 و 100، هنا جاتني 34، اتفقنا؟ هنا التدريجة كتكون بحال قلتي تدريجة صغيرة، هنا كتمثل لي واحد، هنا صفر، التدريجة لا تكون هنا واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، يعني المنتصف كيمثل لي خمسة. 6 7 8 9 هنا 10، يعني كل تدريجه صغيره كتمثل لي واحد. اذا دائما هنا في المنتصف في الميليو كنلقى انها كتساوي لي 5. بحال دابا هنا عندي 5 10، نزيد عاوتاني 5 15 20 25 30 35 هنا في المنتصف. حنا عندنا هنا 34.15، اذا بعيده بشويه على المنتصف. ثم 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 ثم 100. الا بغيت نحسب الفرق ما بين 34.15 و 100 يكفي اني نحسب عدد التدريجات اللي عندي هنا. اذا عندي هنايا كل تدريجه كبيره كتمثل لي 10، اذا هنا 10 20 30 40 50 لحد هنا 60، اتفقنا؟ 60، وهنا المنتصف هو 65، حيت هنا 34 راه بعيد على المنتصف، إذا هي 65. داكشي اللي غادي يبقى عندي هنا خصني نشوف التدريجات بشحال باش ندرجها. إذا عندي هنا 1 2 3 4 5 6، عندي 6 تدريجات. إذا أشنو غندير باش نعرف شحال باش ندرجها؟ كناخد 5
35.60 غنقص منها 34.15 عطاتني 1.45. إذن هذه غنقسمها على عدد تدريجات، عندي هنا 1 2 3 4 5 6. إذن بحال قلتي كل تدريجة هنا كتعطيني 0.24 16 6 6 6 إلى آخره. يعني هنا ما بين هاد التدريجة والمنتصف، يعني فاش كنحسب دوك التدريجات الصغار راه غادي نلقى يعني لو ميم ريزلتا اللي تعطاتني في الكالكول اللي هنا. يعني 65 ديال الوحدات راه حسبناها لقيناها اللي هي هذه، يعني قلنا 10 20 30 40 50 60، وهذه 65 حيت هنا ما وصلهاش هذه، اتفقنا. ثم هاد 85 راه حسبنا دابا كل تدريجة كتعطينا 0.24 16 6 6 الى اخره. الى جينا يعني دققنا وحطينا التدريجات بشكل صحيح راه غادي نلقاو 0.85. ندوزو للتمرين رقم 2، دان انقلوا الى دفتري واكتب العدد المناسب مكان النقط. دان مزيان، انا غادي نخدم معكم كل حاله بوحديتها ونشوفوا كيفاش غنلقاو العدد اللي ناقصنا تما. دان زائد تساوي 545.39، ثم 0.0001 زائد دان تساوي 0.4747 زائد ثم تساوي 1، 0.999 زائد ثم أيضا تعطيني 1. إذا مزيان، دائما فاش كنلقى بحال ما هاد العمليات اللي عندي فيهم الجمع، فباش نلقى هاد العدد كندير العكس ديال الجمع اللي هو طرح. إذا هذا العدد هو اللي كبير، إذا في التالي غناخد 545.39 وغنطرح منها 513.92. إذا خصني نعرف الطريقة كيفاش يعني نلقى الحل، ماشي نمشي نيشان نقل الجواب وصافي راني درت الإجابة صافي، حيت في الامتحانات ربما تحط لي بحال هاد الشيء هذا وما نعرفش الطريقة. لأن عندي 9 ناقص 2 كتعطيني 7، 3 ناقص 9 ما يمكنش، لأن 9 × 10 ونضرب 9000، لأن 10 ناقص 9 هي 1 زائد 3 4، نهبط السلف ديالي 5، عذرا نهبط الفصيلة ديالي 5 ناقص 4 كتعطيني 1، 4 ناقص 1 3، 5 ناقص 5 0. إذن إلا زدت 31.47 على هادي غتعطيني هاد الريزلت هادي. إذن العدد المناسب هنا 31.47، وإلا بغيتو تأكدو ديرو الجمع، 2 زائد 7 كتعطيني 9، 9 زائد 4 إذن تعطيني، غنحيد واحد منها نجيبو 9 هي 10، بقات هنا 3 هي 13. هنا عندي 1 زائد 3 4 زائد الاحتفاظ هو 5، ثم 3 زائد 1 4، 5 زائد لا شيء 5. نشوفو العملية الموالية، إذن عندي 1، يعني هذا هو العدد الكبير ولا غيكون الفوق، ناقص 0.0001، وكنوازن العملية ديالي باش تكون عندي العملية صحيحة. 0 ناقص 1 لا يمكن، تسلفون هاد 9000، 10 ناقص 1 تعطيني 9، 0 ناقص 1 لا يمكن، استلف وأرد 9000، 10 ناقص 1 9، 0 ناقص 1 لا يمكن، 10 ناقص 1 9، 0 ناقص 1 لا يمكن، استلف وأرد 9000، 10 ناقص 1 9، أنزل الفاصلة 1 ناقص 1 0. إذا العدد اللي غنزيد هنا هو 0.9999. العملية اللي تبعها، يعني عندي 1 سأطرح منه 0.4747، وزن العملية يعني 0 ناقص 7 لا يمكن، استلف وارد السلف. اذا كنظن بلي راه يعني الطريقه ولات واضحه دابا، اذا في الامر بسيط جدا، لان عندي 3، 0 ناقص 5 لا يمكن، استلف وارد السلف، اذا 10 ناقص 5 تساوي 5، 0 ناقص 6، علاش هنا 6؟ دائما داك العدد اللي عندي كنزيد عليه داك السلف اللي رديت، اذا 10 ناقص 6 4، 0 ناقص 5 لا يمكن، استلف وارد السلف، اذا 10 ناقص 5 تعطيني 5، أنزل الفاصلة 1 ناقص 1 0، هنا 0.54 53.
ثم العملية الأخيرة، 1 - 0.999. إذن نفس العملية اللي عندي هنايا، غير هنا كتحبس عند جزء المئة. إذن 0 - 9 لا يمكن السلف وأرد السلف، 10 - 9 واحد، 0 - 10 لا يمكن السلف وأرد السلف، 10 - 10 صفر، 1 - 10 أو 0 - 10 لا يمكن السلف وأرد السلف، 10 - 10 صفر، أنزل الفاصلة، 1 - 1 صفر. إذن هنا غنزيد 0.0001. إذن هاي الطريقة دابا يعني سهلة، عرفنا هذا بالطريقة. إلا تحط لنا شي إكزيرسيس بحال هكا راه نفس الخدمة اللي غنديرو. ثم في التمرين 4 أحسب، إذن نخدمو نيشان في الكتاب. شنو عندي هنايا؟ إذن 15.4 زائد 3.24. إذن هنا أول حاجة كيخصني إما نوزن العملية إما نخليها بحال هكا، حيت عندي الجمع. إذن 4 + 4 4 + 2 6، أنزل الفاصلة، 5 + 3 8، 1 + 1. إذن عندي هنا 18.64. هنا إذن عندي الفاصلة تحت الفاصلة، يعني العملية مكتوبة بشكل صحيح. 5 - 7 + 3 10 0.1 تفيض بواحد، أنزل الفاصلة، 2 + 1 + 0 تعطيني 3. 7 + 4 = 11 اكتب 1 واحتفظ بواحد، 6 + 5 = 11 زائد الاحتفاظ 12، 2 واحتفظ بواحد، أنزل الفاصلة، 1 + 0 + 0 تساوي 1. هنا عندي 1.21. تمرين رقم 3، إذن كان علينا نسبق هذا هو الأول، مشيت الربع نيشان ولكن ماشي مشكل. إذن تبقى الطريقة هي اللي كخصني نعرفها. إذن عندي هنا أضع وأنجز، كان عندنا 27.4 زائد 350، إذن 0.53 زائد 1.2548، مزيان. إذن هنا نوازن العملية بحال هذا الشكل هذا، إذن باش ما غير باش ما نغلطش، الفاصلة تكون ديما تحت الفاصلة، ونبدا العملية ديال الجمع. عندي هنا 8 - 4 - 5 - 4 + 6 كنزل الفاصلة، 7 + 0 + 1 - 8 2 + 5 - 7 3 + 3 - 3. إذن هنا عندي 378.6548. العملية اللي تحت منها عندنا سيدي 345.7 زائد 80.45 زائد 376. إذن نوازن العملية هنا غير باش نعرف براس الفاصلة، 5 - 7 + 4 - 11 1 - 1 بواحد، نزل الفاصلة، 5 + 1 - 6 + 6 - 12. ثم إذن عندي هنايا 8 + 4 تعطيني 12 زائد 7 إذن هي 19 زائد 1 هي 20. نكتب 0 ونحتفظ بجوج، 3 + 3 - 6 2 - 8 إذن عندي 802.15. إذن التمرين رقم 5 أضع وأنجز. إذن العملية الأولى عندي 302.08 - 0.12. إذن 8 - 2 كتعطيني 6، 0 - 1 لا يمكن إذن أستلف وأرد السلف، 10 - 1 تعطيني 9، أنزل الفاصلة، 2 - 1 تعطيني 1، 0 - 3 إذن 301.96. ثم 24 - 0.04 إذن نوزن العملية، عندي الطرح 0 - 4 لا يمكن إذن أستلف وأرد السلف، 10 - 4 - 6 0 - 1 لا يمكن إذن أستلف وأرد السلف، 10 - 1 - 9 أنزل الفاصلة، 4 - 1 - 3 2 - 2. ثم لدي العملية الموالية 5001.8 - 0.91
هنا أضيف صفر كي هو هذه العملية. صفر ناقص واحد لا يمكن، استلف وأرد السلف. عشرة ناقص واحد تسعة. تمانية ناقص عشرة لا يمكن، نستلف ونرد السلف. تمانية عشر ناقص عشرة تعطيني تمانية، أنزل الفاصلة. واحد ناقص واحد صفر، صفر ناقص صفر صفر، صفر ناقص صفر صفر، خمسة ناقص صفر خمسة، إذن خمسة آلاف فاصلة تسعة وثمانون. ثم العملية الأخيرة، اثنان وثمانون ناقص واحد فاصلة سبعمائة وأربعة وخمسون، إذن فاصلة تحت الفاصلة ثم أوازن العملية. صفر ناقص أربعة لا يمكن، أستلف وأرد السلف. عشرة ناقص أربعة ستة. صفر ناقص ستة لا يمكن، إذا نستلف ونرد السلف. عشرة ناقص ستة أربعة. صفر ناقص ثمانية لا يمكن، أستلف وأرد السلف. عشرة ناقص ثمانية تساوي اثنان، أنزل الفاصلة. اثنان ناقص اثنان صفر، ثمانية ناقص لا شيء ثمانية، إذن ثمانون فاصلة مئتان وستة وأربعون. Pour l'exercice 6, je calcule la longueur du segment BC. Bien, on a la longueur AB est égale 3,7 cm et la longueur AC est égale 4 ou bien 5,4 cm. On a besoin de cette distance BC. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ça. On a AC. Ou bien BC, je suis désolé, BC, le segment BC, BC est égal à AC moins AB. AB, on a combien dans AC? C'est 5,4. Et pour BC, ou bien pour AB, on a 3,7. Très bien, on va faire l'opération ici. Moins 3,7. Très bien. On est 4 moins 7, c'est impossible. 14 moins 7 est égal à 7, la virgule. 5 moins 4 est égal à 1. Donc, segment ABC est égal à 1,7 cm. BC est égal à 1,7 cm. إذن هنا كنا سالينا تمارين ديال الصفحة 22 فيما يخص الدرس ديال الأعداد العشرية، العملية الحسابية، الجمع والطرح والضرب. نتمنى أنكم يعني تشدوا لا ميثود و يعني تضبطوا الأمور ديالكم باش أنكم تجيبوا نقاط مزيانة في امتحاناتكم، وباش أنكم تبازاو نيت على هذا الدرس، حيت راه الدرس راه ماشي غير في السادس ولا في الابتدائي، راه باقي تابعكم هادشي ديال العمليات الحسابية في الأعداد العشرية. سواء غتشوفوا هاد العمليات على الأعداد العشرية في الأعداد الكسرية أو لا في العمليات العاديين ديال الجمع والطرح والضرب إلى آخره. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله الرحمن الرحيم، وإلى حين ذلك ما تنساوش أنكم تبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم وتدعمونا باللايك باش الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس باش يستافدوا حتى هما. السلام عليكم.